الفيديو ده يا معلم هقول لك على النسخه الانسب للشراء في سلسله النوت الجديده النوت 11 بتاعه شاومي حسب السعر والمواصفات طبعا، وهنشوف الانسب بين كل النسخ اللي في الثلاث موبايلات دول. ولكن قبل ما نبدا في اي حاجه، ميعاد الاعلان عن الموبايلات دي لحد دلوقتي مش معروف لاي حد، وشاومي ما اعلنتش اي حاجه رسميه بخصوص الاعلان عن الموبايلات دي في الشرق الاوسط وفي الوطن العربي بشكل عام. واي حد بيقول ان الاعلان الرسمي في يوم بعينه كده قريب، فالكلام ده مش صحيح تماما، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن السلسله دي في الاسواق العربيه والشرق الاوسط في اخر يناير، ولكن ده لحد دلوقتي مجرد توقع وتخمين. خلاص كده عدينا المرحلة دي وعدينا حتة الإعلان على الموبايل دي تماما. خلينا نشوف النسخة المختلفة للموبايلات الثلاثة وإيه الأفضل ما بينهم مقارنة بالمواصفات والسعر طبعا. ولكن خليك فاكر إن الأسعار دي موجودة في السوق الصيني، يعني هتختلف شوية لما تنزل عندنا الوطن العربي. وقبل ما نبدأ حابب أشكر كيمو وسيف على التعليقات الإيجابية القوية جدا بتاعتهم دي، شكرا جدا ليكم. ما تنساش قبل ما نبدا تلايك الفيديو ده وتعمل شير لو عجبك طبعا بعد ما تشوفه، وتعمل سبسكرايب هنا في القناه. خلينا نبدا مع الاسعار والنسخ ونبدا مع النوت 11. وخليك فاكر يا معلم انك لو حابب تشوف فيديوهات تفصيليه عن الموبايلات الثلاثه دول هتلاقيها في الاي فوق. النوت 11 بيجي باربع نسخ، 428 ودي سعرها 185 دولار يعني 2900 جنيه مصري، 628 ودي ب 205 دولار يعني حوالي 3200 جنيه مصري، ودول افضل نسختين انت ممكن تشتريهم للموبايل ده، وركز معاك كويس جدا في اللي جاي عشان ما تتلخبطش مني. والنسختين التانيين والاكبر في الموبايل ده اوعى تفكر انك تشتريهم تماما، خليني اقول لك اسعارهم الاول وبعدين اقول لك ليه ما تشتريهمش. النسخة 828 ب 235 دولار يعني حوالي 3700 جنيه مصري، والنسخة 8256 ب 265 دولار يعني حوالي 4150 جنيه مصري. خليني بقى اقول لك ليه ما تشتريش النسخ الكبيرة دي من الموبايل النوت 11. بكل بساطة لما تحب انك تشتري واحدة من النسخ دي فانت هنا بتلعب في فئة سعرية أعلى، يعني ممكن بنفس السعر اللي انت هتاخد بيه المواصفات اللي موجودة في النوت 11 زيادة بس على انها 828 أو 8256 ممكن تاخد إمكانيات أعلى في المواصفات التانية من ناحية الشاشة والمعالج وشحن سريع وكاميرات قوية جدا بنفس السعر او اعلى منه سيكا تقريبا. وخلينا اشرح لك بقى بالتفصيل يا معلم الموضوع عامل ازاي. على سبيل المثال النسخه 828 في النوت 11 ب 235 دولار زي ما قلنا، ويعني حوالي 3700 جنيه مصري، في حين ان النوت 11 برو النسخه 628 ب 250 دولار يعني حوالي 3900 جنيه مصري. يعني الفرق في السعر بين الموبايلين دول 200 جنيه بس، ولكن الفرق في المواصفات كبير جدا. في مقابل انك هتسيب 2 جيجا رام من 8 جيجا رام ل 6 جيجا رام في النوت 11 برو، ولكن انت هنا بتاخد شاشه اقوى ومعالج قوي جدا شحن اسرع وكاميرات نسبيا على الورق افضل بكتير. بالنسبه للنوت 11 برو فالنسخه ال 828 ب 300 دولار يعني 4700 جنيه مصري، النسخه ال 8256 ب 330 دولار يعني حوالي 5200 جنيه مصري. وانا من وجهه نظري المتواضعه جدا ان النسخه ال 628 هي الافضل، لانك لو حبيت انك تشتري ال 8256 اللي ب 330 دولار ب 5200 جنيه مصري فانت هنا بتلعب في حته ثانيه، في موبايلات ثانيه ممكن تنافس الموبايل ده بنفس السعر ده تقريبا. ولو انت بتفكر تشتري النوت 11 برو النسخه ال 828 فليه عندك تركيه حلوه كده ممكن تفيدك في الموضوع ده. لو انت يفرق معاك الشحن الخطير والخزعبالي القوي جدا اللي بيشحن الموبايل ده في 15 دقيقه، فممكن تزود 200 جنيه بس وتشتري البرو بلس نسخه ال 628 ب 310 دولار يعني 4900 جنيه مصري، نفس المواصفات تقريبا اللي موجوده في البرو والبرو بلس، مع اختلاف ان البرو بلس بيدعم الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن وبيجي بشاحن سريع قوي جدا 120 واط بيشحن البطاريه في 15 دقيقه. ولو انت حابب انك تعرف بقيه التركات والخدع اللي موجوده في الموبايلين دول النوت 11 برو والبرو بلس فهتلاقي فيديو في الاي فوق قوي جدا هيفيدك جدا لو انت حابب انك تشتري واحد من الموبايلين دول، فلازم تروح تشوف الفيديو ده يا معلم لانه هيفيدك جدا. باختصار شديد جدا يا جماعه هختصر لكم الموضوع بشكل بسيط جدا. لو انت حابب انك تشتري النوت 11 العادي فعندك نسختين، ال 428 ب 185 دولار وال 628 ب 205 دولار. ولو حابب انك تشتري ال 11 برو فانت عندك النسخه 628 والنسخه 828، دول افضل نسختين في ال 11 وال 11 برو. ما تنساش تلايك الفيديو ده وتشيره كمان لو عجبك، وتسبسكرايب هنا معانا في القناه عشان احبك وتبقى واحد من الناس الجامدين جدا. بس كده دي كل حاجة الفيديو النهاردة، أشوفكم في الفيديو اللي جاي، يلا سلام.